انتوا اللي عارفين طبعا كلكم متابعين احمد حلمي اكتر مني ان هو بدايته مع الأطفال في برنامج أطفال. وطبعا سناء منصور ليها دور كبير في نقلت له طبعا. طب احكي لنا الحكايه. حكايه الاستاذه الكبيره سناء منصور هي ليها فضل بعد ربنا كبير قوي في مشواري. يعني الحقيقه انا دخلت التلفزيون، المبنى ده بالنسبه لي كان مبنى غامض، وكان غموضه جاي من انك ما تقدرش تخشه كده كانك داخل دندي. دخلت ازاي؟ بالصدفه. يعني قابلت واحد صاحبي كان بيشتغل في التلفزيون دفعتي، وكان ديكور برضو بس كان بيشتغل في الاخراج، فقال لي ما تيجي، وانا كنت بشتغل في الدعايه والاعلان وكده، وبعدين قال لي ما تيجي تشتغل في التلفزيون. هو جايز لو قال لي اشتغل في حته تانية ما كنتش هروح، بس لانه المبنى ده بالنسبه لي بقول لك لازم عشان تخشه بتصريح وقصه كده. فقلت له ماشي، فرحت فاخد لي ميعاد عشان اروح اقابل وقتها مدام سناء منصور رئيسة القطاع الفضائي. كانت هي لسه ماسكه القطاع الفضائي، يعني كان لسه القطاع الفضائي اصلا جديد جدا. فرحت وقعدت شويه بتاع ساعتين ثلاثه كده، ما عرفتش اقابلها، كان عندها اجتماعات والى اخره. فمشيت وخدت ميعاد ثاني وجيت قابلتها. عايز تعمل ايه؟ قلت لها ما فيش، انا خريج ديكور وعايز ممكن اشتغل وكده وبتاع. فخلاص ماشي اشتغل في الديكور. فقلت لها بس انا الحقيقه مش عايز اشتغل في الديكور، لان انا كان بقالي شويه بشتغل في السوق في الديكور. ما عايز اشتغل ايه؟ قلت لها عايز اشتغل في الاخراج. ما اعرفش هي شافت ايه في خلقتي يعني، فوافقت. اخراج؟ شافت اخراج بقى، شافت حاجه يعني شكلك فيه اخراج عرق بقى، اخراج حاجه. وانا دارس اخراج بس مش ماده اساسيه يعني. شلت مضايقك نشيلها؟ انا لا بالعكس. طيب كده لا مضايقكم كده احسن ولا ايه؟ شوف كده جرب تاني كده، حتى لي في حد كده اريح. ماشي يلا. انا عارف انه عامل كده شكله، مش عمال يعمل كده من ساعه ما قعد ضربه في ظهري مخشبها. شافت الاخراج خارج من وشك. من بقي، من ريحتي. فقالت لمحمد خلف وقتها صديقي، يعني كان هو بيخرج برنامج بتاع اطفال اسمه احلام العصافير، فقالت له خلاص يا محمد خده معاك يساعدك. فاتبسطت جدا انه تمام اوكي. فابتديت انزل مع محمد خلف مساعد في البرنامج بتاعه، بيروح يصور مع اطفال في النوادي وفي الحضانات وكده، وبعدين اشيل شرايط واودي شرايط واجيب شرايط وهكذا، لغايه لما في اوردر يعني من الاوردرات بتاعته مسكت الميكروفون ورحت متكلم مع طفل، وانا من زمان في دماغي يعني الحكايه دي. فجربنا عملنا تجربه والمصور معانا صور الانترفيو ده، فقعدت اتكلم مع الطفل حوالي نص ساعه زي ما كنا بنتفرج كده. هو صوره من غير انت ما لا لا متفقين. يلا نصور، انا في دماغي حاجه عايز اعملها، والكلام ده كله ايه في الخباثه يعني، غير ما حد بنجرب احنا مع بعض كده، انا وهو والمصور والطفل. فجي قال لي ايه ده وايه الانترفيو ده حلو جدا ده. قلت له ده انا نفسي اعمل حاجه كده وبتاع، احنا نروح نقول لمدام سناء، انا همنتج البتاع ده بس لازم نقول. واحنا كنا بنعتبرها هي الظهر بتاعنا. يعني مهما كنت غلطان كنا بنقول لها يعني ما بنخبيش عليها حاجه، وهو ده اللي عملناه. كانش ما ينفعش في الاوردر نصور حاجه ثانيه يعني. المهم كذا كذا عملنا كذا، قايت اشوف اللي انتوا عملتوه. فمحمد قال لها طب همنتج بس الحلقه بسرعه. محمد خلف. محمد خلف. قالت له اشوف حالا اللي انتوا عملتوه. فقلنا بس خلاص، انا ما بقاليش ثلاث ايام هترفض. انت ماشي. وهرفض الراجل اللي جابني كمان. محمد خلف. يعني فاهم. راح جاب الشريط واحنا بنترعش وبتاع، حطت الشريط عندها واتفرجت، وقعدت تضحك 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 كتير. فبسطنا انه في تمام الحمد لله. ايه ده، انا عايزه من الفكره دي 30 حلقه، وكان رمضان فاضل عليه اسبوعين لرمضان. عايزه احنا بقى البس بره بنذيع بره يعني في مصر وبره. فقلت لها طب تمام، مين بقى يقدمه؟ الله الله. انا اعتبر ان انت المخرج. انا المخرج، ما انا جاي اخرج. انا مش جاي اقدم. فيعني يكاد يكون قالت لي لفظ بس. يعني مش اول لفظ تسمعه، سمعته قبل كده كتير. الحياه فيها كتير مقاسي. الحمد لله ما كانتش طقطوقه. الحمد لله. فهي كده قلت لها ايه؟
قالت لي مين يقدمه ايه وما حدش هيقدمه غيرك. فقلت لها لا ده انا بس كنت عايز اوضح الفكره وفكره ايه هو انت اللي هتقدمه ما حدش هيقدمه غيرك ما حدش هيعرف يعمل ده غيرك. فقلت لها طيب اخرجه واقدمه. قالت لي لا مش هتخرجه. راحت كل ملامح الاخراج اللي في وشها. عشان كده بقول لك انا فيش ولا لحظه هي انت عمال تقول لي لحظه ولحظه وفيش لحظات. مفيش لحظات خالص. مفيش لحظات. انت بتبقى قاصد اللحظه دي بتجي لك لحظه ثانيه. اوكي هو كده يعني. وانا كنت بتكلم على اللحظه الثانيه مش الاولانيه بتاعه امك اللي بتجي لك يا امك لحظه الشتيمه اكيد. ليه 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 في ايه في ايه خد ال خد الشلتة دي راكور يا عم الحاج. فين الشلتة دي راكور في الحلقة. معلش اسمع مجرنها مجرنها وانا عايزها يا اخي. والله كل ده من برضو ماليش دعوة انا بكل ده ما كانش هي عاملة توازن والله في القعد. معلش معلش كراسي دي من كمل انت بقى مش هتكلم. فالمهم فكنا فين احنا فقالت لي على لا انت قلت لها مين اللي هيخرجه مين اللي هيخرجه فقالت لي خلف اللي هيخرجه محمد خلف. لا انت قلت لها مين اللي هيقدمه مين اللي هيقدمه نرجع لمين اللي هيقدمه عشان تسمع كلمتين تاني. بالظبط تمام. فقالت لي انت اللي هتقدمه وايوه مين اللي هيخرجه. فقالت لي محمد خلف اللي هيخرجه. فبقيت انا كاني رحت التلفزيون عشان اشغل محمد خلف. تمام. ما بعد ما كان هيترفض بسببك كان من دقيقتين هيترفض بسببك في الاول. بقى هيخرج برنامجين. خلاص محمد خلف عدى. فماشي محمد يخرج اوكي. وابتدينا ننزل نصور بشكل مجنون جدا مع اطفال كتير قوي عشان نلحق نذيع 30 حلقه في رمضان. يعني ايه تنزل تصور مع اطفال؟ يعني كنت بتدور على الاطفال ولا كنا بننزل نهبط كده على اي حضانه وانا اعمل فيها زي المفتش. طبعا بنخاطب الحضانه الاول. الانتاج بقى بيبعت للحضانه وعايزين الحاجات الرسميه والحاجات دي وبنروح. بخش انا للحضانه ابتدي ايه اعدي على فصل فصل كده. اقف كده ايه تخبط تفتح الفصل شوف العيال اتفرج كده على العيال واقوم شايف اكتر واحد هادي واخده هادي عايز ده تعالى ناخده بره نستفرد بيه على اي دكه ولا بتاع وهدب الميكروفون وطق طق 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 خلص انترفيو اللي بعده. طب ليه بتختار الهادي؟ عشان اكتشف. ما تختارش الواد اللي الشقي مثلا. ما عشان عايز اكتشفه. ما هو الشقي شقي. عايز تعفرته. عايز اشوف ساكت ليه ماله ما هو ده بيبقى جواه حاجه. صح. وفيها نوع من انواع التحدي برضه. روح الاخراج فيك يعني عندك روح اخراج برضه. رؤيه مش اي حاجه. هو البرنامج ما كانش فيه اي رؤيه اي رؤيه خالص. هو كام هو عيل قاعد وانا قدامه والمصور قاعد وكاميرا كل ما يضحك تتهز الكاميرا. محمد خلف يعمل شغله ادي الرؤيه طول الوقت الانترفيو في المونتاج عامل كده. يا عم هات ترايبوت معاك حط عليك كام. بس هو كان بيبقى الكاميرا على على ده على كتفه عشان احيانا العيال يقوم يوطي يجيب حاجه تطلع كاميرا مش عارف ايه فكان لازم يبقى معاه. فاعتبرناها دي من الحركه شغل هو برنامج اطفال. بالظبط. وانطلقت الدنيا بعد كده. وانطلقت الدنيا. وبعدين كان في احيانا اولياء امور يجوا ما كانوا يعرفوا ان ابنهم هيصور او حاجه فكانوا بيجوا او كنا نقابلهم بعد الحلقه ما تتذاع. من الحاجات بقى اللي كانت بتبسطني قوي فكره انه الاب والام ما بيبقوش مصدقين ان ابنهم قال كده. ما يعرفوهوش. ما يعرفوهوش. او بيتعاملوا معاه بطريقه تانية يعني بيتعاملوا معاه على انه هو طفل وكل حاجه بس مش مع عقليته المناسبه في السن ده. تصدق ان البرنامج طلع ليه رؤيه؟ يعني اكتشاف. صح الولد ممكن انا بقى اعمل له كل حاجه. لكن ما فكرتش مره اقعد اخد وقت تتكلم معاه بشكل احنا دايما كنا بنعامل اطفال حبيبي اعمل ايه كده فاهم. انا في مره شفت في برنامج مذيعه بتقول كريم تعالى يا حبيبي انت اسمك ايه والله العظيم.
بعد ما قلت له كريم اسمه مصطفى ما هو انت قلت له كريم كريم حبيبي تعال اسمك ايه يعني ايه اسمك والله كريم والله ولما قال لها كريم استغربت وانا بقول لك تقول له والله كريم